نحن منتشرف فيك. انا من جهتي ما عندي مانع ابدا، ومن هلا بتقدر بتعتبرها جاريه في مطبخك. استغفر الله يا عمي، انا اللي بتشرف. ان شاء الله يعني ان شاء الله بكون عند حسن ظنك. هلا المهم بقى نعرف راي العروس حتى نقرا الفاتحه. ادخلي يا بنتي ادخلي. اهلا وسهلا بنتي سلمى. ما شاء الله ما شاء الله. تسلم والايدين. الله يخلي لك سلمى يا ابو سلمى، ما شاء الله حوله، ادب وجمال وكمال. الكلمه لابو صياح. هلا انا من جهتي والله عم ادعي لله بسري انه يحصل النصيب اذا كان هي وافقه. اذا تسمحوا لي لاقيها لحتى اخذ رايها. لاقيها ما بخاف. تفضل تفضل. شو رأيك حسني يا فندي؟ شو رأيي؟ أنا من وقت ما شفتها اللهم صلي على النبي حولها، من أول ما شفتها عم بقول لحالي لك هي ست ومصيبتي مصخر ست. أنا اتكلت على الله. مبروك يا أبو صياح. أهلاً سهلين. الله يبارك فيك. الله يسعدكم. الله يبارك فيك. الله يتمم اللي فيه الخير. شكرا شكرا ممنون. بيبقى بقى إذا بتحبوا نبحث ببقية التفاصيل. والله هي متروكه لابو صياح، هو بيتصرف مثل ما بده. تفضلت يا عمي الله يخلي لنا اياك بجاه النبي. انا بعد الظهر ان شاء الله برجع لزيارتكم. اهلا وسهلا. لنعمل كل الترتيبات. اهلا وسهلا. بس يعني اذا بتامر يعني اذا ما في مانع بتعطيني رقم التليفون، اذا لزم الامر ما بتعرف شو بيصير يعني يمكن اتصل فيكم. حسني افندي ايد لي عندك الله يخليك. على عيني. 55 352. 55 352. يلا بنستأذن نحن. اهلا وسهلا. شرفتي شرفتي. بالاذن. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. مع السلامة. مع السلامة. نعيما يا ابو فهمي. الله ينعم عليك بابا، يرحم والدينا ووالديك. يا صاحبي بدي اسألك بابا. نعم. بدك لك حسني افندي شو صار معه بعد العملية؟ كيفه؟ شايف مسكين على هالشغلة اللي تورط فيها يا العملية؟ مسكين؟ طبعاً مسكين. عم تقول مسكين؟ حبيبي حسني افندي محظوظ لأنه استفاد من الخصم تبعي بابا. لك خاطرك هلا. لوين مستعجل أخي أبو فهمي؟ والله يا سيدي مشوش فكري، بدي أروح لعند أم كامل البصارة. خير؟ الله يجعلك بخير. سارقين لي فرشاية الحلاقة، بقى بدي إلا للبصارة خليها تشوف لي الحرامي من وهاد. هلا البصارة بتقدر إذا كان غرض مسروق يا أما ضايع بتقدر تلاقيه؟ معلوم معلوم حبيبي، وخصوصا أم كامل. لك شو مو ممكن أبدا إلا تجيبوا الغرض. إيدي بزنارك يا أبو فهمي، أنا وحسني عم ندور على غرض غرضين ثلاثة، فيها هي البصارة المنجمة أم كامل طالعنا إياه هون تلاقينا إياه هون. وحياة عينك اعتبرهم كأنه صاروا عندك. أنا هلا وين قايلة عندها إذا بتريد تدلكن عليها وبوصيكم فيها. أي الله يخلي لنا إياك. على عيني. وحيا أبو فهمي الله لا يضوع لك فرشاية حلاقة يا رب. تأمر أمرك بإيه خاطرك. مع السلامة. الله يسوقك يا حسني. ابن حلال. طبعا ابن حلال. خير؟ الكرسي. وينه؟ اعتبره صار هون. شو رح تحكي جد؟ هي في وحدة بصارة رح تلاقي لنا إياه، رح تنجم لنا عليه. اقروا بقى بلا جدة وصغر أعل. ليش يا ابو صياح؟ شو ما في خساره، خلينا نجرب محاوله. لك هدول المنجمين كلياتهم بيضحكوا على عقول العالم ببلصون. ما بتعرف انه كذب المنجمون ولو صدقوا؟ يا ابو صياح قال هي مضمونه 100% بشهاده ابو فهمي. على كل حال تجربي ابو صياح امشي غوار. لك لوين بدنا نمشي؟ لك ما بدي اروح انا وياك على السوق، شو ما بدنا نجيب اغراض نسيت. صحيح صحيح ما بنقدر هلا، خليها لبعض الظهر غوار. خليها لبعض الظهر، حضرتك عم تفصل لحالك. ليش مين قال لك بتقدر تروح لعندها هلا؟ هيا روحها لعندها بدها واسطه وانتظار وبدك تاخذ موعد سابق. ها؟ لكان والله يا عال، إيه لكان حضرتك روح اسبقنا وخذ الموعد السابق ونحن بس يجي حسني افندي بيروح لعندها. طيب. نحن وياه. يلا يلا. حتى ما انسى ابو صياح. إيه؟ هذا رقم التليفون تبع الجماعه اللي بالك منهم. إيه؟ حتى ما انسى يضيع من جيبتيها يوم. كتر خيرك. يلا. دير بالك غوار، ديروا بالكم يا اولاد، عندي شغل كثير انا. مع السلامه معلم، كلنا ابو صياح.
55 352 سلمي. عاد والله هذا حسني تاري مو قليل مع النسوة. ليش هو مو أنا ليش؟ 55 كم عم تحطوا؟ 52 هي واحدة يا صديقتي. يا حريشة سلمى خانم كيفك؟ مين حضرتك؟ أنا حبيتك من أول نظرة على التليفون. قليل الأدب. باستني على التليفون. لا باين. واقف لندق مرة ثانية. 5 و5 و3 و5 و2. ألو؟ سلمى خانو لا يكون قلبك قاسي، انت بس لو بتشوفيني مره واحده. انا من غير ما اشوفك مبين عليك انك قليل الادب. خلاص وقعي، هو اخي الحب حوله سبار. يعني هذا كله مشاني انا بستاهل كل هالشيء ابو صياح؟ مساق الدنيا بيرخص لك يا سلمى. سلمى لا، انا من هلا ورايح بقى بدي نادي لك ام صياح. مثل ما بتأمر ابو صياح. يلا مبروك مبروك يا بنتي، مبروك مبروك. الله يسعدكم يا الله. نعم. أوه، انت ما رح تريحنا من غلاصتك؟ اذا دقيت مره ثانيه رح اشتكي للشرطه. هو انا لمين بدي اشتكي الغرام والحب؟ حبك برص ان شاء الله، دق مره ثانيه لحتى فرجيك. على كل شكرا، هلا برجع بفتح لك مره ثانيه. نعم طيب طيب ما بتفرق، انت ما بتأمري. اسمع طيب، مع السلامه. خلاص علقت السنارة. الله يهنيك. لك قالت لي دق مرة ثانية وأنا بورجيك. شو بدك تورجيك؟ بدها تأرجيني حالها، بدها تأرجيني صورتها، لك شو مفتكر؟ والله يا غوار أنا قلبي قايل لي إنه بدها تأرجيك نجوم الظهر. لك روح أنت شو بفهمك؟ هلا أبدأ مرة ثانية واسمع الغرام بإذنك. إذا خابرك ثاني مرة أنا رح أتصل من عند الجيران بالمصلحة لحتى يعرفوا منين عم يحكي. لا طول بالك عمي، أنا عندي طريقة ثانية. إذا اتصل خدي وعطي معه وقلي له مشان يجي لحتى تشوفيه. أنا أبو صياح ما فشار؟ طبعاً فشار، أنت بس هيك قلي له خدي معه وعطي بالكلام وفهمي إنه يجي وأنا اللي راح بشوفه. أوه بعرف خلصنا. مثل ما قلت لي. حاضر. نعم. ألو يا حياتي، هيا مثل ما توعدنا قبل شوي، قلتي لي دق مرة ثانية وأنا بفرجيك. نعم شو هالحكي؟ طبعا بيجي مثل الطير. لك شفت شلون؟ ايه حارة الجناين طبعا بعرفها. ايه لحتى تعرفيني لكان لح بحمل معي طرب ورد احمر. ورد احمر ايه. طيب بعد ربع ساعة، بعد ربع ساعة. ولكان وهي بوسي على التليفون مشان تتسلي فيها على بال ما اجي. لك زبطت معك لك غوار؟ لك كله هيك اخي بالتليفونات. اعطيني عري بقابك اجدد لبقابي. هاي على مهلك عليها. لك وين رايح مستعجل؟ ما تذكرونا عند البصارة. لك كيف عيفنا منك خدق. قلتي لي اخر ورقه، قلتي لي بدي احمل ورده حمراء مو هيك؟ قال بدي احمل ورده حمراء. هي اخر ورده رح يقطفها بحياته ان شاء الله. لا لا يا ابو صياح، انا ما بريدك تتعلق معه ابدا، شكيل الشرطه بيكون. لا تخافي علي، انا رح استناه.
انت لك مقصوف الرقبه؟ اهلين معلم ابو صياح، الله يخليك. روح هلا اترك لي وحدي شوي. روح ابو صياح. لك روح. لك روح. ليه شو في؟ لك روح يا اخي. طيب شو في؟ لك ابو صياح الله يخليك، في وحده هلا بدها تيجي لهون، اذا شافتك ما بتعود بتقابلني. روح روح. كف مغياب خمس دقائق بس ورجعك. روح لك روح. اللي وحده؟ منو هاي الوحده؟ استغفر الله. لك وحده صار لها عم تضايقني بالتليفون شي 10 ايام. روح اسبقني على الحمام هلا بالحق. خمس دقائق بس. بدي طالع روحك وخلص منك. لك استغفر الله يا ابو صياح، ليش الغيره والحسد يا اخي؟ لك قلنا لك روح خمس دقايق بس. لسه بدفشني. لك هلا بتجي. لك بدي اطلع بروحك بمشي قدامي. حمام الهنا. الله يهنيك. نعيما. الله ينعم عليك. شو عندك اكسترا يا عبدو؟ طاحونة مخلل وكاسة شاي. 110 مع الحمام. نمرة. تفضل. نعوضي. وعليك يا سيدي. يلا. شو ها؟ شوف الافندي. حس يا افندي. خير ان شاء الله. عامل لي دنجوان. يا اخي انت ليش زعلان؟ انا نجمي محبوب. وما لقى بغازة غير بتعرف مين؟ مين؟ خطيبتي سلمى. خطيبتك؟ شو الحكي؟ اي نعم. متأكد؟ طبعا متأكد. ما بعرف منين مستهدي على رقم تليفونها. إيه؟ ونازل لي دق تليفونات من على بكرة. انا؟ كذابة. هي اللي كل يوم عم تدق لي تليفونات وتفتح لي. وهي عبده انا شو بعرفني برقمها؟ الرقم تبعها كان هون بالدرج. ليكو معي. على كل هين انا ما راح ازفر ايدي فيك. فوت ضب اغراضك اوام اطلع خد حسابك وامشي من هون. جيب لك صابون معلم مشان ما تزفر ايديك. روم رش فوت. طول بالك ابو صياح. على الهدى على الهدى. معلم اذا كنت زعلان مشان التليفونات اخصمهم من اجرتي. تكفون حقي. لك يا ابني ما بتعرف انه من اكبر العيوب اللي بداية الناس بالتليفونات هذا اولا. وثانيا؟ ثانيا لك ما لقيت بكل البلد غير خطيبة معلمك ابو صياح تغازلها. انا شو لك؟ انا بحياتي ما شفت هيك وقاحة. انا شو بعرفني انه خطيبته؟ كان يقول لي. وهي ما قالت لي انه مخطوبة كمان يا اخي. يعني لو قالت لي انه مخطوبه ما بحاكي، كانت التليفونات مليئه البيوت، كنت نقيت لي حيالها رقم بالدليل. انا قسما بالله العلي الاعلى شو بدي احكي معك بس. لك يا ابني راح اقنعك بوسيله ثانيه. انا اذا بتعاكس مره ثانيه بالتليفون لكسر الراس تبعك. اسمع لي، انا راح اقنعه واجي على عقله. لك يا غوار، هلا انت بتقبل حدا يفتح تليفون لبيتك ويغازل امك او اختها مثلا؟ فشارب مسعر رقبته. ولك ولك لا تعاكس. لك كان تعاكس بنات الناس. قليل معلم الأدب. انا هلا يعني بهالكلمه الحقيقه قنعني. ما كنت انا عارفهن واستعذر. ضب اغراضي. لا مشان خاطري هالمره ابو صياح، قلت لك مشان خاطري. لم ممكن حسني افندي، لم ممكن. بدي اقلعه. معلم اذا كان بدك تفش خلقك ضربني كفين فش خلقك. ايه خود. طيب معلم أعيد. مشان خاطري قلت لك هالمرة بلاها. أخي أنت لا تتدخل بيني وبين المعلم. ألف مرة فهمتها. ضرب معلم. خرجك الله ليمك. هاي أمت هاي أمت.